السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ تمام. تمام. اللاب اللي فاتت اتكلمنا عن ال HTML وشرحناها بالتفصيل وجربنا كذا اكزامبل مع بعض. اللاب النهاردة ان شاء الله هنشرح الدوم. الدكتور المفروض شرحته في المحاضرة وبدأت تشرح معاكم ال CSS. احنا اللاب اللي جاي ان شاء الله هناخد ال CSS، فالنهاردة هنخلص كل الدوم. هو اللاب بسيط جدا وصغير، مش هياخد وقت طويل، بس ركزوا معايا عشان تطلعوا بالكام كونسبت ايه بتوع اللاب بتاع النهاردة، عشان في الجافا سكريبت هتلاقوا كل الكونسبت دي احنا بنستخدمها. طيب يعني ايه دوم، او هو اختصار لايه؟ الدوم هو Document Object Model، بمعنى هو بيتعامل مع الويب بيج بتاعتك وكأنها دوكمنت، والدوكمنت ده بيتكون من شوية نود، بيتعامل مع كل نود كأنها اوبجكت. يعني هو شايف الويب براوزر بتاعي أكنه دوكمنت متكون من شوية نود، بس هو بقى بيتعامل مع كل نود فيهم وكأنها اوبجكت. تمام. طيب بيقول لك هو بيتعامل اكتر في مع ال HTML كأنه tree structure. يعني ايه tree structure؟ هو شايف ال HTML ويب بيج بتاعتك على شكل tree. بتتكون من ايه؟ بتتكون من الروت بتاعي اللي هو HTML، جواه head، والhead دي جواها title، والtitle tag جواه text. فاكرين اللاب اللي فات لما قلت لكم بنكتب HTML tag وبنقفله تحت خالص وندخل نكتب الهيد والبادي؟ جوه الهيد ممكن احط تايتل، او ممكن نعمل ميتا زي ما انت عاوز. فهنا بيقولك انا شايف الويب بيج كأنها شجرة فيها HTML root، ده التاج root بتاعي، جواه هيد، جوه الهيد تاج تايتل، جوه التاج تايتل فيه تكست. ملاحظين ان ممكن يكون الاليمنت ليه تشايلد، صح؟ لكن التكست ملهوش تشايلد. يعني الالمنت بتاع الهيد ليه تشايلد تايتل، اهو جواه فيه تايتل، لكن التايتل نفسه بقى التكست بتاع التايتل نفسه ملهوش تشيلدرن. طيب عندي حاجة تانية هي البادي. البادي جواها مثلا لينك. اللينك ده قلنا بيتكون من جزئين، الاتريبيوت بتاعي لما ادوس على اللينك هيروح لايه، ده السايت اللي انا هزوره، وده اسم اللينك. بيتكون من هيدنج مثلا، وجوه الهيدنج فيه تكست. فشايفين هنا اللي فيه البادي ليه تشيلدرن element، element هيدنج و element link، واللينك بس هعمل ادمن. تمام. فده شكل التري اللي هو شايف بيها الويب بيج بتاعته. طيب بعد كده بيقولك ال HTML ده يتكون من tree structure. عندي ال head، ال head دي نازل منها tag title أو meta. title زي ما احنا عارفين بنكتب فيه التايتل بتاع الويب بيج بتاعتي اللي هو بيظهر فوق خالص، مش جوه الويب بيج، بيظهر فوق. والميتا ده أنا بستخدمه عشان أعمل description للإنفورميشن بتاعتي أو الداتا بتاعتي، مجرد بكتب فيها description مش بتظهر جوه الويب بيج. بعد كده قالك البارت التاني البادي. البادي ممكن اعمل فيه هيدنج، ممكن اعمل فيه لينك، ممكن اعمل فيه باراجراف، ممكن اعمل فيه ليست، ممكن اي حاجه انت عاوزها. بيقولك البادي لو مثلا باراجراف ممكن تلاقي الباراجراف ليه تشيلدرن وهو الايه. فهو عاوز يفهمك ان الويب بيج دي شجره، الشجره دي بتتكون من شويه اليمنت، كل اليمنت هو بيتعامل معاه وكانه ايه اوبجكت. الاليمنت او الاوبجكت ده ممكن يكون ليه تشيلدرن لو هو element عادي، لكن لو هو text ما ينفعش يكون ليه children. هنا بلخص كل اللي انا قلته، ان ال elements node بتاعتي ال HTML tag ممكن يكون ليه children، HTML كان فيه children ال head وال body. ممكن يكون ليه attributes، وال attributes اتفقنا المرة اللي فاتت انها بستخدمها عشان اغير ال characteristic بتاع ال elements بتاعتي. بعد كده قالك في حاجة اسمها text node، لما باجي اعمل التاج تايتل بكتب التايتل بقى نفسه، ده التكست. قالك التكست ده ما ينفعش يكون ليه تشيلدرن، او مجرد تكست ما ينفعش يكون ليه تشيلدرن نودز.
بعد كده بدأ يقول لي في عندك attributes node. النودز بتاعت الاتريبيوت دي بستخدمها ليه؟ عشان اغير كاركترستيك. المرة اللي فاتت لما كنا بنعمل body وبنعمل table وهكذا، فاكرين لما كنا بنغير الكاركترستيك بتاعتهم ونقول مثلا هنغير property color نخلي الفاليو بتاعتها red، فكل attribute بيتكون من جزئين name والفاليو. بيقولك الاتريبيوتس دي ما ينفعش يكون ليها children، يعني مثلا attribute color هيبقى ليه children ايه، هو ليه values احمر وازرق واخضر لكن ملهوش children. طيب فكرة الدوم ايه بقى؟ الدوم فكرتها اني بستخدمها عشان اقدر اعمل modification للويب بيج بتاعتي. يعني انا خلاص بنيت الويب بيج بتاعتي باستخدام ال HTML، الويب بيج بتاعتي بقى فيها elements كتيرة دلوقتي، بقى فيها heading، بقى فيها paragraph، بقى فيها table، بقى فيها list، بقى فيها link، كل الحاجات دي اتعلمناها. هل ينفع ان انا اغير في الويب بيج دي؟ ممكن اغير color حاجة موجودة، ادخل من خلال الدوم اغير الكالر بتاع الباراجراف اللي انا كنت عامله في ال HTML، ممكن اغير مثلا التكست، ممكن ازود element، ازود heading كمان، ممكن اشيل heading. هل من خلال الدوم اقدر ان انا اعدل في الويب بيج اللي انا بنيتها؟ يس، ممكن ان انت تعدل فيها. طيب ممكن اعدل فيها دايركت اول ما ران على طول، ولا ممكن بيزد على اكشن معين ان اليوزر بيدوس على حاجة في حاجة تتغير؟ ممكن تغير بطريقتين، يعني ممكن من خلال الدوم تغير على طول كل اللي انت عاوزه، كل الكاركترستيك اللي انت عاوزها مجرد اللي انت تران الويب براوزر تعمله ريفرش او كده. وممكن من خلال اكشن معين ان اليوزر مثلا يكليك على بوتن معين فيظهر لون بدل لون، يظهر element ما كانش موجود وهكذا. دي فكرة الدوم. طيب هو انا لما اجي اغير اي element، المرة اللي فاتت لما كنا بنكتب الباراجراف كنت بقعد اقول لكم ايه، ان الباراجراف ده تعالوا نعمله اي دي او نيم. بسألوني ليه؟ كنت بقول لكم بس خلينا نعمله اي دي او نيم عشان لو حبيت انادي عليه واعدل عليه اي حاجة. قلت لكم سيبوها المرة الجاية النهاردة. دي الفكرة بقى، دلوقتي انا عندي الاليمنتس بتاعت ال HTML، مثلا في باراجراف عاوز اغير اللون بتاعه، في 100,000 باراجراف موجود في الويب بيج، مش لازم كل باراجراف يكون لي اي دي او نيم او كلاس، اي حاجة امسكه بيها. دي الفكرة، ان الدوم اول حاجة بتروح تمسك الاليمنت، بتجيت الاليمنت ده، وبعد كده تابلاي عليه اكشن، هتنفذ عليه حاجة. فاحنا هنبدأ دلوقتي نتعلم ازاي جيت الاليمنت. بيقولك في طرق كتيرة جدا ان انت تقدر تمسك الاليمنت بتاعك. ممكن تجيت الاليمنت بالاي دي بتاعه، بالنيم بتاعه، باسم التاج، بالسيلكتور، يعني في حاجات كتيرة قوي هنمشي فيها ستيب باي ستيب. فالأوبجكتيف بتاعي دلوقتي اني احصل على الاليمنت وابدأ اغير فيه. طيب انا ما باجي اكتب الكود بتاع الدوم لازم اكتبه ما بين سكريبت، بعمل تاج سكريبت وبقفله. تمام؟ صوت واضح لكل الناس؟ كمل. حد يرد؟ واضح؟ تمام. طيب اوكي، فانا لما اجي اكتب الكود بتاع الدوم لازم اكتبه جوه تاج سكريبت. عملت تاج سكريبت، ده الاوبننج وده الكلوزنج، وهبدا اول حاجه لو انا عاوزه امسك element واغير الكلام اللي موجود جواه او الكونتنت اللي موجود جواه هعمل ايه؟ هقول document، ده الدوكيمنت بتاعي كله، دوت جيت element باي اي دي، واديله الاي دي اللي انا بدور عليه. فالحته دي بالظبط هتروح تمسك الدوكيمنت وتدور على الاليمنت الاي دي بتاع اي اكس، اهي بتجيت الاليمنت الاي دي بتاع اي اكس، وتقول دوت انر اتش تي ام ال، يعني حطه جواه هلو وورلد. ففي السطر ده انا عملت حاجتين، اول حاجه مسكت الاليمنت من خلال الاي دي بتاعه، وبعد كده انر اتش تي ام ال، يعني حط جواه مسج معينه او ستيتمنت معينه. فالسطر ده بيتكون من حاجتين، get element by id، ودي الميثود اللي انا بستخدمها اللي انا اجيب بيها الاليمنت. تاني حاجه inner html، دي بروبرتي اني احط جواه فاليو. inner html دي ممكن ان انت تحط جوه الاليمنت فاليو، وممكن تجيت الفاليو اللي جوه الاليمنت. تمام. طيب هو الاي دي بتاع الاليمنت ينفع يتكرر؟ لا، خدنا قبل كده مثلا في الكلية كل واحد ليه اي دي مختلف صح، لكن ممكن يبقى كذا واحد ليه نفس الاسم.
بس الـ IDs دي حاجة يونيك، عمرها ما ينفع تتكرر أبدا، دي حاجة مميزة. فبالتالي الـ function بتاع الـ get element by ID دي بترجع element واحد، ارجع لي element واحد. تمام، بيقولك هنا الـ inner HTML زي ما أنا قلت لكم، اللي أنا جيت الـ content بتاع element معين أو replace الـ content أو أحط content لو هو فاضي يعني الـ element ده. طيب فاحنا اتعلمنا أول method أمسك بيها الـ element get element by ID، ودي بترجع لي element واحد. تاني method هي get elements by name، get elements by name. ملاحظين في هنا في اس صح؟ لأن ممكن يكون في كذا element ليه نفس الاسم، زي ما في كذا student ليه اسم نفس الاسم، فدي بترجع لي لستة فيها كل ال elements اللي ليها النيم ده. ف get elements by name بترجع لي لستة فيها كل ال elements اللي ليها النيم ده. فلما أقول هنا document.get elements by name و number، دي هترجع لي لستة بكل العناصر اللي النيم بتاعها number. طيب عرفت لستة أهي، ماشي. لما تيجي تعرف variable، عندنا لحد دلوقتي بنقول var واسم ال variable، تمام، مش بنقول int ولا double ولا float ولا حاجة، مجرد إن أنت بتقول var واسم ال variable بتاعك. هو بقى بيحدد data type based على إيه؟ based على ال value. هنا حطيت ليست، فده خلاص بقى نوع ليست، وهكذا. موضوع سهل لحد دلوقتي. طيب اتعلمنا ان احنا نجيت الاليمنت بالاي دي بتاعه، وده بيرجع لي اليمنت واحد لان الاي دي يونيك. اتعلمنا ان احنا نجيت الاليمنتس باي تاج نيم بتاعها باسمها، ودي بترجع بالباي نيم بتاعها، ودي بترجع لي ليست اوف اليمنتس اللي ليها نيم معين. في جيت اليمنتس باي تاج نيم نفس الوضع، لو انا بدور على كل الاليمنتس اللي التاج بتاعها مثلا بي باراجراف، او كل الاليمنتس اللي التاج بتاعها ال اي او وهكذا، فباسم التاج نيم او ال مثلا، اي تاج نيم عاوز تجيب كل الاليمنتس اللي ليها التاج نيم ده، كل الباراجرافز اللي موجوده ان سو اون، بتستخدم document.getElementsByTagName، فدي برضو بترجع لي لسته. فلحد دلوقتي الاي دي هو بيرجع بس حاجة يونيك، لكن باي نيم وباي تاج نيم بترجع لي ليست. طيب بعد كده بيقولك get elements by class name، دي بترجع لك برضو elements، عدد من ال elements اللي ليها class name ده، تمام، اللي ما بين double quotation. هوريكم بعض examples، بس خلينا نبص على المثال ده. المثال ده ببساطة يقولك البادي اهو، وقفلت التاج بتاع البادي، عندي التاج بتاع البودي وقفلته، وبعد كده عملت فورم ديف تاج، ده يعني بحدد سكشن معين، بقول الديفيجن ده عشان ابلاي عليه حاجة، فده ديفيجن، تمام. بقول عندي 4 تكست بوكس، ده ليه اي دي ودول ليهم نيمز، وعندي ديف ليه اي دي، تمام، وعندي تو بوتومز. فمجرد بس بودي حاطه شوية تكست بوكس كده، وحاطه ديف وحاطه ايه تو بوتومز. هنا بيعمل ايه؟ هنا بيقول لك هبني سكريبت. طيب انت عاوز تعمل ايه في السكريبت ده؟ قال لك انا عاوز اجيت الاليمنت. اولا لما تيجي تعمل فانكشن بتكتب كلمه فانكشن دي كي وورد، وبتكتب بعد كده النيم بتاع الفانكشن، تمام، تفتح قوسين عاديين، وبعد كده تفتح كيرلي براكت وتكتب جواه. فلما اجي اقول document.getElementByIDDev1، هيروح يدور في الدوكيمنت ايه الحاجه للاي دي بتاعها div1. الدوكيمنت اهو، ايه الحاجه للاي دي div1؟ هيلاقي الديفيجن ده، تمام، حلو. فخلاص رجع لي الديفيجن، بقول له inner HTML يعني حط جواه، هو خلاص في الجزء ده هيحط جوه الديفيجن، هيحط ايه؟ هيحط القيمة بتاعت document.getElementByIDNum1Num قصدي dot value. يعني هنا هيجيت الاليمنت الاي دي بتاعه نم، ياخد القيمه بتاعتها يحطها في الديف. ايه الاليمنت الاي دي بتاعه نم؟ ده قيمته ايه؟ 1 2 3 4 5. فهياخد القيمه بتاع الاليمنت الاي دي بتاعه 1 ويحطها كقيمه للديف. طيب بعد كده في فانكشن تانية، فانا هنكتب فانكشن واسمها وقوسين ونفتح كيرلي براكت. بعد كده بيقول لك document.getElementsByName Number، دي هترجع لك ايه؟ دي هترجع لي لستة بكل الاليمنتس اللي الاسم بتاعها نمبر. في هنا حاجة اسمها نمبر،
يس التلاتة دول اسمهم نمبر، فهيرجع لي لستة بالتلاتة دول. فأنا دلوقتي نمز دي لستة، هل ينفع أمشي على اللستة دي وأعمل عليها أي أوبريشن؟ يس ممكن أعمل فور لوب وأمشي على اللستة دي وأعمل أي حاجة، أرايت الفاليو اللي جواها، ممكن أعدل القيمة اللي جواها، أعرضها، أعمل أي حاجة أنا عاوزها. فالفكرة هنا إنك تتعلم إزاي تكتب فانكشن، وعادي ممكن تستخدم فور لوب عادي جوه الفانكشن. تمام بس كده. طيب بعد كده بدأ يقول لي شوانسين، هو اللاب لو يعني الميتنج لو خلص في أي وقت، الوقت بتاعه خلص مثلا بتاع الميتنج، دوسوا على اللينك تاني، نفس اللينك اللي انتوا دخلتوا بيه، هتلاقوه اشتغل تاني، عشان هو الميتنج ليه وقت 40 دقيقة، فلو احنا عديناهم هيقفل علينا، فدوسوا على نفس اللينك تاني. طيب احنا اتعلمنا ان احنا نجيت الاليمنت والاي دي والنيم والتاج نيم and so on. طيب بيقول لك في حاجة تانية اسمها كويري سيلكتور وكويري سيلكتور اول. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ اني من خلال سيلكتور معين بريتيرن اليمنت. فهنا لما اقول document.querySelector.example مثلا، دي هتجيب لي الفيرست ماتش، لكن كويري سيلكتور اول دي هتجيب لي كل الماتشد. يعني لو قلت مثلا document.querySelector بي اللي هو الباراجراف، فهنا هترجع لي اول element بي اول باراجراف، لكن لما اقول document.querySelector اول بي هنا هترجع لي كل الباراجرافز، فهنا بترجع لي first match لكن ده بترجع لي كل اللي بيماتش. هنا هترجع لي مثلا لو ده بيه اول باراجراف، لكن لو ده بيه هيرجع كل الباراجرافز الموجودة. تعالوا نشوف مثال عليها كده انتوا واضحة شوية. تعالوا نشوف السلكتور. بصوا هنا كده، بصوا هنا البودي جواه هيدنج وبعد كده باراجراف 2 3، فهنا البودي جواه هيدنج وتلاتة باراجراف، هيدنج وتلاتة باراجراف بعد كده، وبعد كده جواه بوتون، بوتون اسمه تراي ات، بوتون اسمه تراي ات. تمام. هنا في حاجة جديدة بيقولك on click my function، يعني لما تدوس على البوتون ده نفذ function معينة، هيروح ينادي على الفانكشن، هيلاقي سكريبت موجود جوه الفانكشن. function بتعمل ايه؟ تعريف الفانكشن اهي، function دي keyword ومتلونة اهيت، وسميتها my function وعملت القوسين وبعد كده curly bracket. تمام. عملت هنا variable شايل قيمة. طيب ال variable ده شايل ايه؟ بيقولك شايل ال document.query select all b، يعني ده مش variable عادي، ده لستة، لستة شايلة كل ال elements اللي selector بتاعها b، ايه الحاجات اللي هي اصلا paragraphs؟ تلاتة دول. فبالتالي my list node، my node list دي شايلة لستة فيها التلاتة paragraphs دول، وبعدين عمل for loop على اللستة دي وبدأ يغير كل element في اللستة color بتاعه يخليه لونه اخضر. فلما انا ادوس على try it هينفذ الفانكشن، فانكشن هتعمل ايه؟ هتجيب كل الباراجرافز تمشي على واحد واحد وتغير لونها الاخضر. فلما اجي ادوس على البوتون اهو بدا يغير كلهم بقى لونهم اخضر، مش عارفه باين عندكم ولا لا، بس هم لونهم اخضر بالنسبه لي. تمام حلو. تعالوا نكمل. طيب هنا برضو بيراجع بيقولك الويب بيج بتاعتك ديت بتريبريزنتد، بتكون ريبريزنتد في شكل دوكيمنت اوبجكت بتتكون من شوية اوبجكتس، فهي بتفول ال OOP concept. ويب براوزر ده ممكن اعرضه في شكل ويندو اوبجكت، مجرد بس هو بيراجع اللي احنا بنقوله يعني. طيب في حاجة احنا قلنا لحد دلوقتي اللي انا اقدر اجيت اي element من خلال اسمه اي دي تاج نيم سيلكتور اند سو اون كلاس نيم كل ده، وبعد كده ابلاي عليه شويه موديفيكيشن. طيب هو انا ممكن اكرييت في الدوكيمنت، يعني خلاص الشخص خلاص بنى الويب بيج بتاعته، ممكن اكرييت اليمنت على الويب بيج اللي اليوزر كريتها؟ يس ممكن انت تشيل تشايلد، ممكن تابند، ممكن تريبليس، ممكن تكتب رايت، ممكن تانسرت بيفور اليمنت معين حاجه معينه. فانت لو قلت دوكيمنت دوت كرييت اليمنت
دي هتكريت لك element. طب remove child هت remove، دي هت append، دي هت replace، دي هت write على البراوزر. يعني أول ما تقول حاجة dot write document dot write هتروح على البراوزر تكتب المسج اللي انت ايه قلتها. في حاجة اسمها insert for، لو انا عاوز before element معين insert اي statement او text. فدي شوية functions هتساعدك. دي حاجة اسمها adding event handler. من شوية اتعلمنا، لو انا مثلا عندي بوتون والبوتون ده عاوز لما اكليك عليه يحصل اكشن معين. فاكرين لما كان في بوتون اسمه try it ودوست عليه الالوان بتاعت الباراجرافز اتغيرت وبقت لونها اخضر؟ ده فكرة الايفنت هاندلر، اني من خلال ايفنت يحصل انا هنفذ شوية اكشنز. فلما اقول document.getElementById.onClick يعني لما تدوس على الالمنت الاي دي بتاعه كذا نفذ فانكشن معينة. ده بيراجع بس الحتة اللي احنا قلناها. طيب في حاجة تانية بيقولك، لو انت عندك صورة في بادي اهو، عندك صورة ولما تدوس على الزرار عاوز الصورة تتغير، اعمل ايه؟ عادي خالص، في البادي هكريت الصورة بتاعتي بالويتس والهايت اللي انا عاوزه وحدد السورس بتاعها والاي دي بتاعها، واعمل بوتن واقول اون كليك نفذ الفانكشن بقى اللي هتغير الصورة. الفانكشن هتغيرها ازاي؟ اول حاجة هتجيت الصورة. هتجيت الصورة ازاي؟ document.getElementById مدياله الاي دي بتاع الصوره دوت سورس. كده انا ماسك الصوره، حط بقى مكانها الصوره الجديده. بس موضوع تافه جدا. تعالوا ناخد مثال بقى. بس تعملوا ميوت. تعالوا فكروا معايا وقولوا لي الاوتبوت بتاع الدوكمنت ده ايه. اول حاجه بقول h2 ده جوه البادي، h2 my first page، ده ايه؟ ده هيدنج صح؟ فالهيدنج هيظهر زي ما هو، هلاقيه ظهر هنا زي ما هو. حلو. بعد كده بدات اقول عندي باراجراف الاي دي بتاعه انترو اسمه هلو، بلاقي فيه كلمه هلو، بلاقي باراجراف فيه هلو. حلو. بعد كده في باراجراف تاني الكونتنت بتاعه this is example one، فده الكونتنت بتاعه. بعد كده عندي باراجراف تالت فاضي، فاحنا خلينا متفقين احنا وصلنا لحد هنا، ده ظهر، لسه دول ما ظهروش. فالويب بيج بتاعتي مبنية على التلاتة دول اهم. شفتوا بقى السكريبت هيزود لي حتتين، دي ودي. فبالتالي ان السكريبت ممكن يموديفاي الويب بيج اللي انت كريتها. طيب تعالوا نشوف السكريبت ضاف ايه. لما اقول var x document.getElements by class name intro، ايه الحاجة class name بتاعها intro؟ باراجراف ده. فالمفروض السطر ده هيرجع لي الحتة دي صح؟ ف x دلوقتي شايلة دي، x شايلة document.getElements by class name intro، يعني ال x شايلة القيمة دي بتاعة الاليمنت اللي الكلاس بتاعه انترو. حلو. الاكس شايلاها بس ما كتبتهاش على الدوكمنت. بعد كده لما اقول document.getElementById.demo.innerHTML، يعني هات الاليمنت الاي دي بتاعه ديمو وحطه جواه، ده الاليمنت الاي دي بتاعه ديمو صح؟ طب احط جواه ايه؟ حط جواه x of 0.innerHTML. ايه x of 0 ده؟ ليه x of 0؟ حد عارف؟ انت عارف ليه x of 0؟ ليه x of 0؟ حد عارف؟ عشان بيرفرنا قبل. بالظبط. هنا ال x كانت شايله لسته، لان انا قلت document.getElements by class name. الفانكشن دي من شويه قلت لكم، او الميثود دي بترجع لي لسته بكل الاليمنتس الكلاس نيم بتاعها انترو. فالاكس دي شايله لستة، ايا كان اللستة لو حتى فيها المنت واحد هي شايله لستة، اكشلي هي شايله لستة. فلما اجي اقول اكس اوف 0 فده معناه اول المنت في اللستة دي. فبالتالي اول المنت في اللستة دي كان هو ايه؟ this is example 1. ف this is example 1 دي هتتحط في الديمو اللي هو ده، حط في الديمو المنت الاي دي بتاع ديمو.
فنلاقي this this is example one بدأت تظهر ظهرت اهو تمام. بعد كده بقى document tried date يعني ايه document tried tried من شويه انا قلت لكم دي بتروح تكتب على الويب بيج على طول بتكتب عليها الحاجه اللي انت مديها لها هنا مديها ايه مندي على الفانكشن ديت هتروح تكتب على الويب بيج الديت تمام. بعد كده document get element by id intro do the style color blue يعني روح في الدوكمنت دور على الاليمنت الاي دي بتاعه انترو وغير لونه الازرق. ايه الاليمنت الاي دي بتاعه ديمو؟ ده هيخلي هلو دي بدل ما هي كانت اسود بقى ازرق فعلا هي لونها ازرق اهي. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية مثال تاني. بصوا هنا كده قولولي ده هيعمل ايه. عندي في البادي بوتون لي اي دي اسمه تيست اد وهنطبق هنا وعندي باراجراف فاضي. عندي بوتون اسمه تيست اد وعندي باراجراف فاضي. تعالوا نشوف من الكليك اهو عندي بوتون انا ما رفرش بس عندي بوتون اسمه تيست اد وباراجراف فاضي ومش ظاهر اي كونتنت للباراجراف. بعد كده رحت عملت سكريبت بقول document.get element by id button دور على element ال id بتاع button راح دور فلقاه ده البوتون بتاعي dot add event listener click display date يعني ال event listener لما اليوزر يدوس كليك نفذ function معينة. طب ال function دي بتعمل ايه؟ بتحط جوه الباراجراف بتاعي الديت. فبالتالي عندي بوتون وباراجراف باراجراف عادي خالص. انا هنا في السكريبت بتاعي بقول له لما تدوس على البوتون ده كليك نفذ فانكشن. ايه الفانكشن؟ اني اكتب جوه الباراجراف الديت. فلما ادوس على البوتون ده هيكتب جوه الباراجراف الديت. الموضوع سهل قوي مجرد بس اللي انا بستخدم الحاجات دي عشان اتشنج في الويب بيج بتاعتي. السلكتور اتش ام ال تقالي كده حد كده عنده اي مشكلة؟ حد مش فاهم اي حاجة؟ هو لاب النهاردة لاب صغير جدا مفهوش اي حاجة. كنا بصراحة ندي مع ال CSS وبعد كده قلنا بلاش نلخبطكم عشان تجربوا على كل حاجة examples وكده والدنيا ما تتوهش منكم. فان شاء الله اللاب اللي جاي هديكم CSS. حاولوا بقى اول باول تذاكروا كده ربنا معاكم ان شاء الله. في assignment هينزل قريب هو assignment اهبل مش هياخد منكم وقت يعني وهتلاقوه سهل قوي مجرد بس بتطبقوا الحاجات اللي احنا ايه درسناها مش اكتر. حد عنده اي سؤال او في حاجه مش فاهمها؟ معلش يا باشمهندسه هو اللي احنا بنطبق عليه ده اسمه ايه البروجرام دوم؟ لا هو مش فاهم انت قصدك الاديتور؟ اه الاديتور. بس الاديتور يمكن ان انتوا تشتغلوا باي حاجه. انا هنا شغاله بنوت باد بلس بلس ممكن تشتغلوا على فيجوال ستوديو فيجوال ستوديو كود اي حاجه انت عاوزينها اي اديتور في كتير قوي بس انا اب تو ناو شغاله على نوت باد بلس بلس. تمام شكرا. ماشي اوكي. حد عنده سؤال تاني؟ ماشي شكرا اللاب خلص. see you next week ان شاء الله. ان شاء الله شكرا يا باشمهندس.